السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. في حد اتلسع على قفاه واتخدع في شخصيات كتير جدا في حياته، ثلاثة يا بنت بالشفا، سواء كان صاحب أو جار أو حتى حد من قرايبك أو واحدة ارتبطت بيها أو واحد ارتبطت بيه. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ عارفين المشكلة فين؟ المشكلة ان حياتنا كلها ونمط حياتنا مبني على الاشتغالات والحوارات، يعني كله بيشتغل في كله، حتى في اهم العلاقات الاجتماعية. يعني مثلا ممكن يكون واحد رايح يرتبط بواحدة تقدم لها يعني يخطبها، يبقى واخد اهله وداخل البيت ومحسسهم ان هو الملاك. شوف يا انكل، مفهوش عيوب، فابريكا، وهي بتبقى محسسانة ان هي ملكة الاحساس. احبك اموت لهواك. بس بعد فترة ممكن يتجوزوا وكل واحد بيبان على حياته، واللي كان عامل فيها ملاك يطلع هجاص. انا من ضمنهم اول واحد هجاص. واللي كانت عاملة فيها ملكة الاحساس صوتها يجيب اخر الشارع. يلا حبيبي يلا خابة. زي ما انت مش عايز حد يشتغلك، انت كمان ما تشتغلش حد. الكلام ده يخلينا نحس ان احنا عندنا ازمة ثقة كبيرة جدا في حياتنا، ودايما بنثق في الشخص الغلط وما بنفوقش غير بعد فوات الاوان. في كام واحد ندم ان هو عرف شخص معين او صاحبه واداله كل المواد ده، وبعد كده ندم ندم عمره ان هو عرف الانسان ده. اكيد ناس كتير من اللي بتسمعني مرت بمواقف زي دي. وفي نفس الوقت ممكن يكون في شخص تاني عايز يقرب منك وانت شايفه من منظور تاني، مع انه كان جدير بثقتك دي وانت تخليت عنه وبعدت عنه وفضلت اللي بيشتغلك. في نفس الوقت برضه كام بنت ندمت على ارتباطها بشاب ووثقت فيه لابعد الحدود ورفضت ناس تانية في قمة الشهامة والرجولة، رجعت ندمت بعد فوات الاوان. دي مواقف كتير ناس كتير بتمر بيها في حياتها. صاحبك يا نجم مش هتعرفه في الوقت اللي انت واقف على رجلك فيه ومقضيها وعايشها باسلوب الدين وانا ضيع. عمرك ما تعرف صاحبك الصح في الفترة دي، الصاحب الجدع اللي لما تقع تلاقيه بيسندك وبيقومك، مش اللي تعدي من قدامه وانت في عز ازمتك ويعمل نفسه مش شايفك. عارف هو مش شايفك ليه؟ ده مش جديد، هو اصلا ما كانش شايفك. هو كان شايف الوضع اللي انت فيه او الفلوس اللي كانت معاك او المنصب اللي انت كنت فيه، المهم ان كان في سبب لقربه منك. هو كان بيبص وشايف السبب ده بس، مش شايفك انت لذاتك ولشخصك. فطبعا لما المنصب ده يروح منك او الفلوس اللي كانت معاك هتروح منك، تتعرض لاي ازمه، انا مش هيشوفك. ده طبيعي جدا يعني. بعتني بكلام صاحبي. وبالنسبه لاخواتنا البنات، الراجل المناسب ليكي مش بشغل الحنجل والمنجل والكلام المتزين اللي بيقعد يثبتك بيه ليل ونهار. غني تركي يا لوتي. لكن بانه يقدر يصونك ويحافظ عليك. لازم كلنا نتعلم من تجارب غيرنا ومن تجاربنا، خصوصا في مساله العلاقات دي. وعايز اقول لك ما تخليش حد يتطفل على حياتك وما تشاركش اسرارك مع كل من هب ودب لمجرد انك حسيت معاه بشيء من الارتياح. طول ما انت عايش هتقابل من المتطفلين دول ومن الانتهازيين دول كتير. لو ما خدتش بالك وركزت هتاكل على قفاه. ولما تلاقي حد بيحبك بجد وبيشيلك في الصعبة قبل السهلة، هو ده اللي ممكن تغفر له وتسامحه. بس كده يا نجم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالشفا.